السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. بطبيعة الحال ما أن تروى قصص الأشباح حتى تشخص الأبصار وتستق الأسنان وترتعد فرائس السامعين، فقد اعتاد الناس على سماع قصص الأشباح الشريرة التي تعود للانتقام ناشرة الهلع في القلوب. فكم من مباني وطرق صارت مهجورة بسبب الظهور المتكرر للأشباح فيها. في هذه الحلقة سوف نحاول تغيير هذه النظرة السيئة عن الأشباح، فليس كل الأشباح أشرار، فهناك أشباح طيبة تحاول مساعدة البشر، مثل كاسبر ذلك الشبح اللطيف الذي يساعد الناس كما تم تصويره في الفيلم الكرتوني الكوميدي. أول هذه الأشباح هو شبح الممرضة مارسا، ويحكى أن في أحد ممرات المستشفى صارت الممرضة دورسي وهي تنظر عن يمينها ويسارها لتتفقد المرضى الراقدين في الغرف الموزعة على جانبي الممر، وقد بدأ عليها الارتباك فهي لازالت ممرضة تحت التدريب، وهذا أول يوم لها في المستشفى. وما زاد الطين بلة أن كثير من أفراد الطاقم الطبي قد أخذوا أجازة للاحتفال بعيد رأس السنة وتركوها وحدها في الطابق العلوي. كان على دورتي أن تنفذ أوامر مشرفة التمريض بحذافيرها، ولهذا قررت أن تتفقد المرضى في الغرف بالترتيب حتى لا تنسى أحدا منهم. فدخلت الغرفة رقم واحد ورأت أن حالة المريض مستقرة فغادرت الغرفة، وقبل أن تفتح باب الغرفة الثانية رأت امرأة نحيلة الجسد ترتدي زي التمريض الأبيض ولكن بقبعة غريبة الطراز، وقد أشارت بيدها إلى نهاية الممر وقالت لها هناك مريض يعاني في الغرفة رقم 8. وبسرعة انطلقت الممرضة إلى تلك الغرفة لتجد المريض كان على وشك السقوط من على السرير، فعدلت وضعية السرير وخرجت مسرعة لتفقد بقية الغرف. وفي الغرفة رقم 6 كان مؤشر الأكسجين منخفض جدا، وقد بدأت شفتان المريض بالإزرقاق وهي علامة على الاختناق. أصيبت دورسي بالارتباك فهي لا تعلم كيفية التعامل مع جهاز التنفس، وحياة المريض على المحك، ومن الصعب عليها إبلاغ مشرفة التمريض التي يقع مكتبها في الدور الأرضي. وفجأة شعرت دورسي بيد باردة تربط على كتفها، والتفتت بسرعة لتجد تلك الممرضة الغريبة تقف خلفها. كانت تقف خلفها وهي تبتسم وتشير بيدها إلى أحد الأنابيب التي كانت قد انفصلت عن الجهاز، وبسرعة قامت دورسي بإعادته إلى مكانه، فعاد الجهاز للعمل من جديد. شعرت دورسي بالارتياح ونظرت للخلف لتشكر الممرضة على مساعدته، ولكنها لم تجدها. شعرت دورسي بالغرابة من تصرفات تلك الممرضة، فقد دخلت وخرجت من الغرفة دون أن تشعر به. في الصباح جمعت دورسي أغراضها استعدادا لمغادرة المستشفى بعد ليلة طويلة ومرهقة، وقبل مغادرتها المستشفى قررت دورسي المرور بمكتب مشرفة التمريض لتشكرها، وذلك على مساعدتها في العمل الليلة الماضية، ولكن المشرفة أكدت لها أنها لم ترها منذ الأمس. شعرت دورسي بالدهشة وجالت ببصرها في الغرفة حتى وقعت عيناها على صورة قديمة معلقة في إحدى الزوايا، وعندما سألت المشرفة عن هوية المرأة التي بالصورة وقفت المشرفة واتجهت إلى الجدار المشير إلى الصورة وقالت إنها مشرفة التمريض السابقة مارسا رحمها الله، لقد كانت تعمل هنا قبل 30 عام وعاشت وحيدة ولم تتزوج، وقضت معظم أوقاتها في المستشفى لرعاية المرضى. ولكن لماذا تسألين عنها؟ وبنبرة يشوبها القلق أجابت إنها هي، إنها نفس المرأة التي ساعدتني أثناء نوبتي بالأمس. ابتسمت المشرفة بينما كانت ترتب بعض الملفات على مكتبها وقالت لست أول من يراها، فهناك الكثير من الممرضات اللواتي رأينها وقد قدمت لهن المساعدة. يا لها من ممرضة مخلصة لعملها، فحتى بعد وفاتها لا زال شبحها يقدم الخدمات الطبية للمحتاجين. تاني حكايتنا النهاردة عن الأشباح الطيبة هو شبح منزل القصر في قرية كولد أشتون.
يحكى أنه حل الظلام سريعا على القرية مخفيا معالم الطريق، متسببا في وقوع سائق السيارة في حيرة من أمره. فهذه أول مرة يزور بها هذا المكان. شعرت السيدة التي كانت معه بالتوتر بعد أن علمت أن سائق السيارة الذي استأجرته قد أضاع الطريق. ظل السائق يقود السيارة لعله يصل إلى وجهته، ولكن دون جدوى، فقد كان يصل إلى نفس المكان في كل مرة حتى شارف وقود السيارة على النفاذ. ونفذ معه صبر السيدة التي انهالت عليه بالشتائم كونه تسبب بضياعها. وخلال المشاجرة لاحظت السيدة أنوار مشتعلة تنبعث من أحد المنازل الحجرية الممتدة على جانبي الطريق، وأمرت السائق بالتوقف لعلها تجد من يدلها على الطريق الصحيح. وبالفعل قرعت السيدة الباب، وفتح لها الباب رجل عجوز يبدو في السبعينيات من العمر، ويرتدي ملابس قديمة الطراز لكنها أنيقة. فسألته عن الطريق إلى المدينة، فابتسم وأرشدها إلى الجهة الصحيحة، فشكرته ونزعت خاتم من إصبعها وأعطته له تعبيرا عن امتنانها لمساعدته له. وعاد الرجل إلى المنزل وأغلق الباب. وعند وصولها إلى المدينة تحدثت السيدة لأصدقائها عن مغامرتها مع ذلك السائق الغبي، وكيف أنهما ضل الطريق وساعدهما الرجل الغريب المقيم في منزل القصر القديم. وهنا اندهش الجميع مما قالته، فمنزل القصر مهجور منذ زمن طويل ولا يوجد به أحد. لم تصدق السيدة ما سمعته، وأصرت أن تعود إلى ذلك المكان في اليوم التالي. وبالفعل أمام نفس المنزل وقف الجميع ساخرة من تلك السيدة التي وقفت مذهولة من ذلك المنظر. فالمنزل يبدو مهجور، والباب الذي خرج منه ذلك الرجل بالأمس رأته مغلق بالقيود والأقفال المهترئة. وقبل أن تغادر المكان لفت نظرها بريق شيء ما يلمع على عتبة الباب، وعندما اقتربت منه وجدت نفس الخاتم الذي أهدته للرجل. فمن ذلك الرجل وما هي قصته؟ دارت أحداث قصتنا في قرية كولداشتون الواقعة بجنوب مدينة جلوستشير، وهي مقاطعة إنجليزية تقع في جنوب غرب إنجلترا. وقد بني مانور هاوس، أو كما يطلق عليه منزل القصر، عام 1570 بناء على طلب عمدة بريستول السيد ويليام بيبوال. وتم بناء المنزل من الأحجار بشكل مترابط مع بقية المباني المجاورة. يتكون المنزل من عدة طوابق، وتحيط به حديقة واسعة محاطة بسياج حديدي يتوسطه باب خشبي مطعم بالحديد. وكان في السابق مقرا للبلدية ويعمل به العشرات من الموظفين، ولكنه صار مهجور منذ نقل مقر البلدية إلى مكان آخر. وخلال ثلاثينيات القرن العشرين سجلت مشاهدات عديدة لذلك الشبح الذي يخرج من منزل القصر ليدل التائهين على الطريق الصحيح، ولا أحد يعلم عن قصته بالتفصيل. ولكن من المؤكد أنه كان يعمل في ذلك المنزل، وظل شبحه يرشد الناس التائهين. شكرا أصدقائي على متابعة الفيديو للنهاية، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة هنكمل فيها موضوعنا.